للمرة الأولى منذ 8 أشهر تمكن عمال الإغاثة من الدخول إلى خرسون محملين بالمساعدات الإنسانية. الأمم المتحدة سلمت اليوم إمدادات تكفي لمساعدة أكثر من 6000 مدني بعد 3 أيام من استعادة القوات الأوكرانية للسيطرة على المدينة. وشملت القافلة الإنسانية الطعام والماء ومستلزمات النظافة والأدوات المنزلية الضرورية بما فيها الأغطية الحرارية والمصابيح الشمسية. المراكز الصحية في المدينة ستتلقى أيضا أدوية لعلاج أكثر من 1000 مريض خلال الأشهر المقبلة. الجهات الأوكرانية المختصة تعمل إلى جانب إزالة الألغام على إعادة إمدادات الغاز والاتصالات. ويكافح سكان خرسون طبعا الذين يصل عددهم حاليا ل 80,000 شخص لتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل نقص حاد في المياه والمواد الغذائية. وبالتزامن مع توزيع المساعدات حث حاكم مدينة خرسون السكان على تجنب الأماكن المزدحمة محذرا من تفجيرات محتملة. Of course, it's a pity, but it's a long way, difficult way, because this war took the best heroes of our country. And so, but for us, it's very understandable. We don't believe Russia, yes, and they're tricking with all the world. That's why we are going forward. We're ready for peace, but our peace for our country. It's all our country, all our territory. We respect the law and respect sovereignty of all the countries, but now we are speaking about our countries. That's why we are fighting against Russian aggression.